بونسوار إيفيت، ها إزيك النهاردة؟ كويسة بس مسي ماجي بابا. مالها ماجي؟ من يوم ما مسيو حنانيا جه هنا وأنا طول النهار قاعدة لوحدي هنا وهما طول النهار قاعدين مع بعضيهم فوق. خلاص هانت بابا. وي شيري، هي ماجي بتحب مسيو حنانيا؟ مش عارفة يا كوف، مش عارفة. لازم أعرف يا ماجي. مش عاوز أعرف كمان. كل اللي أنا عارفاه إن الثلاث أسابيع اللي أنت قضيتهم معانا هنا بقوا زي ماجي، زي ما أكون معرفتش أعيش إلا لما شفتك. أنا حياتي صعبة، صعبة جدا. صعبة مش علشانك، صعبة علشان كلنا نعيش كويس. ماجي أنا ممكن أسافر بين يوم وليلة. وهو ده اللي معذبني. ليه يا ماجي؟ ما انت ممكن تحصلوني بعد كام شهر في اسرائيل. ايه بتبصي لي كده ليه؟ ادخل. في حاجه يا بيت؟ بابا عاوزك وانت مسيو حنانيا تعمل حسابك انه الخدامين هيمشوا بعد 10 دقايق، يعني العشاء هيكون جاهز على طول. بلاش يا ماجي بلاش. حسك عينك.